السلام عليكم. انا احدى الامهات ديال جوج وليدات تيقراو حتى في طريق بن زياد، وتحنا ضررنا من هذه الجائحه ديال كورونا، علاش الزوج ديالي عنده المحل ديالو غيكاري، ودليت بهذه الوثائق ديالي وهضرت مع اداره المدرسه وقلت لهم بان عندنا هذا المشكل، وما مشيتش لطالب الاعفاء، مشيت لطالب ديال التضامن في الاول. ولكن السيده المديره من هضرت معايا قالت لي الضمان ديالي هو تعطيني ثلاثه ديال الشيكات، هذوك ثلاثه الشيكات هي اللي خلاتني انايا ما عجبنيش الحق الحال، وما عجبنيش بان انا ولدي تبارك الله راه 12 عام هو تما كاين وبنتي تما كاين، كنت غنخليهم، ولكن على ود هذه الكلمه اللي السبب باش يخليني طالب شهاده المغادره لوليداتي. وكان ماشي حنايا ان بغينا لها الدار ولا بغينا ديك المدرسه تطيح ولا شي حاجه، حنا بغينا غير التضامن، علاش حنايا ضررنا ماشي غير حنا، ضرر العالم كامل باكمل ديالو، ماشي غير حنا اللي ضررنا ولا بغينا نطيحوا بها ولا جينا على شي سبب باش طلبنا شهاده المغادره، هي السبب باش خلاتنا نطلبوا شهاده المغادره. وكنشوفوا التضامن ديال سيدنا اللي ضامن مع الشعب كامل وضامن مع الناس وعطى الدعم وعطى مساعدات لكل شيء، علاش هي بوحدها هذه المدرسه اللي واش هي بوحدها مدرسه عندها واحد نص قرن، عندها نص قرن، عندها 50 عام وما عندهاش باش تعاون هاد الناس، ماشي شي عدد كبير، واحد العدد قليل. دابا هنا وقفنا باش ناخذوا الورقه ديال وليداتنا والنقاط ديالهم والنتائج ديالهم والورق اللي كيخصوهم، ونعرفوا لهم بلاصتهم باش فين نحاول فين نقيدوهم وفين نديروهم، وداك الشيء علاش جينا هنايا، داك الشيء علاش جينا حنا وقفنا هنايا.